مرحبا أعزائي الطلبة في مادة التربية المواطنة وحقوق الإنسان للصف الثاني ثانوي. طبعا اليوم بناخذ الدرس الخامس، البعد الاجتماعي للمواطنة في مملكة البحرين وقضايا الشباب نموذجا. نستعرض على أهداف الإثراءات. أهداف الإثراءات: أن يستكشف الطالب العوامل المؤثرة في الطاقات الشبابية، وأن يتعرف على مظاهر معالجة قضايا الشباب. أولا، الإثراء الأول: قضايا الشباب في العالم. ما يتعلق بالطاقات الشبابية، يقوم الطالب بالإجابة عن كل عنصر من عناصر النموذج الآتي داخل الدائرة، من حيث التعريف والمواصفات والآثار على الدولة والآثار على الشباب من خلال البيئة الممكنة والبيئة المعرقلة. التعريف: آثار البيئة الممكنة والمعرقلة على الدولة والمواصفات وآثارها على الشباب. الإجابة على النشاط: نتعرف على البيئة الممكنة، هي البيئة التي تساعد الشباب على تحقيق طموحاته وتمكنه من الفعل الإيجابي. أيضا من مواصفاتها هي البيئة التي تتميز عادة بالتقدم العلمي والتكنولوجي، التعليم، الاستقرار، التمتع بالحقوق والحريات. أيضا آثارها على الدولة التقدم والتطور. أيضا آثارها على الشباب التمكين، الفعل الإيجابي، المشاركة في إدارة الشأن العام. أما المفهوم الثاني وهي البيئة المعرقلة، وهي البيئة التي تعرقل الشباب وتقف عائقا أمام تحقيق طموحاته ولا يكون إيجابيا. أما آثارها على الدولة فقيرة متخلفة، ومواصفاتها الفقر، الجوع، الجهل والأمية، التمييز، العنف والنزاعات. آثارها على الشباب الإحباط، التهميش، إمكانية الانجرار إلى العنف والتطرف. الإثراء الثاني: معالجة قضايا الشباب مملكة البحرين نموذجا. أولا، التحصين الذاتي والمجتمعي. أكمل الإفادات الآتية بما يناسبها من نوعية معالجة قضايا الشباب: التحصين الذاتي، تحصين الأسرة، الأصدقاء، المحيط المحلي، المحيط الوطني. أولاً، برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية العالمية. ثانياً، إطلاق حملة إعلامية معاً ضد الإدمان بكل أصنافه. ثالثاً، قرر الشاب أحمد التسجيل في برنامج كفاءات لتأهيل قيادات المراكز الشبابية. 4. إنشاء وزارة معنية بشؤون الشباب والرياضة. 5. تزود الخطب الدينية الشباب بسبل مواجهة خطاب الكراهية والتطرف. 6. بادر الشاب بدر إلى الانضمام إلى أصدقائه ضمن فريق العمل التطوعي. الإجابة على النشاط: الإجابة على النشاط أولاً، برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية العالمية المحيط الوطني. ثانياً، إطلاق حملة إعلامية معاً ضد الإدمان بكل أصنافه المحيط الوطني أيضاً. ثالثاً، قرر الشاب أحمد التسجيل في برنامج كفاءات لتأهيل قيادات المراكز الشبابية. التحصين الذاتي: لماذا التحصين الذاتي؟ لأنه قرر الشاب أحمد هو بنفسه. رابعاً، إنشاء وزارة معنية بشؤون الشباب والرياضة المحيط الوطني. لماذا المحيط الوطني؟ لأن الدولة هي التي قامت بذلك. خامساً، تزود الخطب الدينية الشباب بسبل مواجهة خطاب الكراهية والتطرف المحيط المحلي. سادساً، بادر الشاب بدر إلى الانضمام إلى أصدقائه ضمن فريق العمل التطوعي. الأصدقاء: لماذا الأصدقاء؟ لأنهم الذي طلبوا منه بذلك. كان هذا درس اليوم، ونلتقي بكم إلى دروس أخرى إن شاء الله.